دعونا نأخذ مثالا جديدا. x ناقص 2 ب y تكعيب زائد 1 عفوا ب y تربيع زائد 1 يساوي k. قلنا إذا ال x يساوي 3 ال y 2، إذا ال y 1 قد ال x. هون الخطوة الأولى بنعملها بنحسب ال k. أعطيني ال x 3، رح أعوض مكان ال x 3، 3 ناقص 2. أعطينا ال y 2، 2 للتربيع يساوي k. 3 ناقص 2 1، 4 زائد 1 5 يساوي k. وبالتالي ال k قيمته 5. معناتها العلاقة صارت x ناقص 2 ب y تربيع زائد 1 يساوي 5. إذا ال y 1، تعال شوف شو رح تطلع ال x. ال y 1 x ناقص 2 ال y 1، 1 زائد 1 2 يساوي 5. هذا يؤدي 2 x ناقص 2 ضرب 2 ناقص 4 يساوي 5. 2 x يساوي منه ال 4 الطرف الثاني 9، وبالتالي ال x رح تطلع 9 على 2 4 ونصف. دعونا نأخذ مثالا جديدا. a زائد 1 على b يساوي 5، و b زائد 1 على a يساوي 7. مطلوب منا a زائد b على b ناقص a. دائما بهيك نمط من التمارين منوحد الكسور هدول. هذا مقامه 1 رح نضربه في b، هذا مقامه 1 رح اضربه ب a. هون رح يطلع معي a b زائد 1 على b يساوي 5. كسر الثاني رح يعطيني a b زائد 1 على a يساوي 7. جداء الطرفين بالوسطين رح يطلع معي a b زائد 1 يساوي 5 b. وهون رح يطلع معي a b زائد 1 يساوي 7 a. إذا بنلاحظ هذا الطرف نفسه هذا الطرف، معناها مع انه هدول متساويات، معناتها المقدارين هدول اللي انا عندي اياهم اللي جنبهم اللي هن 5 بي و 7 اي متساويات. اذا 5 بي يساوي 7 اي. ملاحظه مهمه، دائما لما بيكون عندنا نصل بالتناسب لهيك كتابه، هدول بنحسن نكتبهم بدلاله الكي لتسهيل الكتابه، تسهيل الحل. نكتب البي بدلاله 7 كي والA بدلالة 5K. ناخد اللي جنبه البي 7 والA 5. هلا منعود بالمطلوب. ايش مطلوب منا؟ A زائد B 7K زائد 5K على B ناقص A على 7K ناقص 5K. 7 زائد 5 12، 7 ناقص 5 2. K مع K تذهب 12 على 2 والناتج النهائي 6. تمرين تاني على نفس الفكرة. عندها واحد على x ناقص 3 يساوي y، واحد على y ناقص 5 يساوي x. هون في البداية رح أنقل ال y لهون وال 3 لهون. هون رح أنقل x لهون وال 5 لهون. رح يصير معي التناسب الأول 1 على x، هاي رح نقول رح تصير ناقص y يساوي 3. التناسب الثاني 1 على y ناقص x يساوي 5. هلا منوحد المقامات بطلع معي 1 ناقص yx، هذا مقامه 1 رح نضربه بx، هذا مقامه 1 رح نضربه بy. 1 ناقص yx على x يساوي 3. 1 ناقص xy على y يساوي 5. جداء الطرفين بالوسطين 1 ناقص yx يساوي 3x، 1 ناقص xy يساوي 5y.
مثل ما لاحظنا بالتمرين الماضي طلع معي هذا المقدار وهذا المقدار مثل بعض، إذن هدول المقدارين متساويين، إذن 3x يساوي 5y. نكتب هدول المقدارين بدلالة k، إذا ردنا نكتبهم بدلالة k بيعطيني ال x يساوي 5k وال y يساوي 3k. والآن نعود إلى المطلوب ونعود. مطلوب مننا x زائد y، x زائد y هو 5k زائد 3k على x ناقص y على 5k ناقص 3k. 5 زائد 3 بتعطيني 8k على 5 ناقص 3 2k، الكي مع الكي بتروح، 8 على 2 والناتج 4. دعونا لنأخذ تمرينا آخر. A على B يساوي C على D يساوي E على F ويساوي 1 على 5. نقطة لدي 2A ناقص 3C زائد 5A يساوي ناقص 8، و2B زائد 5F يساوي 35، والمطلوب D. كما قلنا منذ قليل، دوما في البداية ننظر إلى المعطى. ما إيش أعطينا هون؟ أعطينا 2A ناقص 3C زائد 5F. إذن الـ A لازم نضربها بـ 2 والـ C بناقص 3 والـ F عفوا الـ A بـ 5. رح ينتج لدي البسط، رح يصير 2A ناقص 3C زائد 5E على هي رح تنضرب بـ 2 كمان، تساوي طبعا النسبة تبقى كما هي. الآن هذا البسط كله يعطينا يا ناقص 8، يعطينا 2B زائد 5F، 2B زائد 5F يعطينا إياها 35 ناقص 3B، ما هي معطى مجهول أنا دا أحسبه، تساوي 1 على 5. الآن جدال الطرفين يساوي جدال الوسطين، طلع معنا 35 ناقص 3B يساوي ناقص 40. منقول 3B لهون وال40 لهون، بطلع معنا 3B يساوي 40، لما رح أنا رح تصير شرطة موجبة، موجب 40 و 35 ناتج 75. إذن ال B 25. الآن مطلوب منا الدي، البي طلعت معنا 25، مطلوب منا الدي، ولكن هون ملاحظة بسيطة ونحن عم نحل، هي هون ناقص 3 هي دي، ما هي بي، هي دي وهي دي، بس أنا هاد الحسب نادي. إعادة سريعة، ضربنا هون باثنين، هون ضربنا بناقص 3 هون بخمسة، طلع معي 2A ناقص 3C زائد 5E على 2B ناقص 3D، هي ناقص 3D زائد 5F يساوي 1 على 5. البسط هو عطينا يا ناقص 8، عطيني 2B زائد 5F 35 ناقص 3D يساوي 1 على 5، جدال الطرفين بالوسطين، طلع معي 35 ناقص 3D يساوي ناقص 40، نقلنا ال 40 لهون وقسمنا، طلع معنا الـ D يساوي 25. دعونا لنأخذ مثالا جديدا. المثال X على 3 يساوي Y على 5 ويساوي Z على 8. قلنا دوما ننظر إلى العلاقة المعطاة في التمرين. X إذن لن نضرب هنا بشيء، ناقص 2Y إذن هنا سوف نضرب بناقص 2، زائد زد لن نضرب هنا بشيء، سوف ينتج لدي x، هنا ضربنا بناقص 2 ناقص 2y زائدا زد قسمة 3، ضربنا بناقص 2، 5 في 2 ناقص 10 زائد 8
يساوي طبعا هنا يساوي k. الباست x ناقص 2 y زائد z هو عطنا اياها 3. 3 ناقص 10 ناقص 7 زائد 8 1. إذن الكي 3. مطلوب مني y، الواي بالعلاقة الثانية، y على 5 يساوي 3، جداء الطرفين بالوسطين الواي تساوي 15. والآن ننتقل إلى المثال الأخير. x زائد 1 على y يساوي 2، y زائد 1 على x يساوي 5. مطلوب منا x زائد 2y على x ناقص 2y. هنا كما فعلنا منذ قليل سوف نوحد المقامات، هنا سوف نضرب بy وهنا سوف نضرب بx. سوف ينتج لدي xy زائد 1 على y يساوي 2 و xy زائد 1 على x يساوي 5. جداء الطرفين بالوسطين xy زائد 1 يساوي 2y و xy زائد 1 يساوي 5x. مع أن هدول المقدارين متساويين، إذن المقدارين هدول متساويين، وبالتالي الواي هي 5k والاكس هي 2k. لنعوض اكس، الاكس عندنا اياها 2k زائد 2y زائد 10k على x ناقص 2y. x هي 2k ناقص 2y ناقص 10k. 2k و 10k 12k على 2k ناقص 10k ناقص 8k. k تذهب مع k، 12 على 8 إذا اختصرنا على 4 بطلع معنا الناتج 3 على 2. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الدرس، آمل أن تكونوا قد استفدتم. في الدرس القادم إن شاء الله سوف نتناول ونحل أهم تمارين التناسب. للقاء قادم في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.